في المحاضرة العاشرة إن شاء الله سوف نستكمل شرح قانون حفظ الطاقة. سؤال بقول لي هنا ينزلق جسم كتلته ام من النقطة ايه على السطح الأملس الموضح بالشكل. احسب سرعة الجسم عند النقطة B. هاي جسم اجى من النقطة A وراح لعند النقطة B. علما طبعا بأن الجسم عند النقطة كان في حالة سكون عند النقطة A ومعطيني هاي 1 متر. لا انا عندي ضرب طاقة انيشال بيساوي الاي فاينل. كي انيشال زائد اليو انيشال بيساوي الكي فاينل زائد اليو فاينل. الجسم عند النقطة A يمتلك طاقة وضع فقط لا غير لأن طاقة الحركة بيساوي صفر لأنه الفي بيساوي صفر عند النقطة A. الجسم لا يمتلك أي طاقة حركة عند النقطة A. يبقى أول حاجة صفر زائد الجسم يمتلك طاقة وضع لأنه مرتفع عن سطح الأرض 1 متر أم في الجي في أش حساوي. الجسم عند النقطة B على سطح الأرض اتش بيساوي زيرو او واي بيساوي زيرو لا يمتلك اي طاقة وضع فقط يمتلك طاقة حركة نص الان في تربيع زائد الصفر وكأنه عندي طاقة وضع تحولت لايش لطاقة حركة. يبقى الان في الجي في اتش حساوي نص الان في تربيع ومن هالفي حساوي سكوير روت باثنين جي في اتش حساوي جذر باثنين في 10 في 1 حساوي جذر ال20 متر اس ماينس. يبقى هنا عندي طاقة وضع تتحول لدغرة طاقة حركة. الجسم يمتلك طاقة وضع عندما يكون على ارتفاع من سطح الأرض. إذا كان الجسم على سطح الأرض فإن الجسم لا يمتلك أي طاقة وضع. نأخذ مثال آخر. والمثال هذا تقريبا في شبيه لسؤال في الكتاب. بقول لك السؤال من خلال النظر في الشكل احسب سرعة الكتلة ام كابيتال لحظة اصطدامها بسطح الارض مستخدما قانون حفظ الطاقة. يعني بالحل إذا بقول لمستخدم قانون حفظ الطاقة يعني بنحل على أكثر من طريقة. لاحظ أنا أحل على طريقتين، قانون نيوتن أحل السؤال على طريق قوانين نيوتن وقانون حفظ الطاقة، على الثنتين أحله. إيش الشكل؟ الشكل عند آلة أتود عند كتلة أم سمول وعند هنا كتلة أم كابيتال. الأم كابيتال حوالي 6 كيلو جرام. هاي بتساوي 6 كيلو جرام وهي بتساوي 2 كيلو جرام والمسافه من هذا هنا 5 متر. احله على طريق قوانين نيوتن اول وبعد هيك احله على طريق قوانين حفظ الطاقه. نيجي حل القوى ام كابيتال في جي وعندها هنا شاب وعندها هنا شاب وعندها هنا ام سمول في جي حسب قوانين نيوتن. ام كابيتال في جي ناقص التي حساوي الام كابيتال في اي وعند التي ناقص ام سمول في جي حساوي الام سمول في اي كما شرحنا سابقا في الوحده الرابعه. والتي والتي يروحوا مع بعض لو جمعنا المعادلتين ام كابيتال ناقص ام سمول في جي حساوي ام كابيتال ام سمول في الاي. هاي 60 ناقص 20 حساوي 8 اي. الـ40 حساوي 8 A يبقى A حساوي 5 متر اس ماينس 2. بنجيب حركة السرعة الفي تربيع بيساوي الفي نوت تربيع زائد 2 A في Y. الفي تربيع حساوي 0 زائد 2 في 5 في الواي 5
حتطلع البي بتساوي 5 جذر 2 متر اس ماينس 1. لاحظ هذا قوانين نيوتن، لكن هو بيقول لي في السؤال مستخدما قانون حفظ الطاقه. نيجي كمان مره نرسم الرسمه ونشتغل على قانون حفظ الطاقه. هاي الرسمه، هاي الام سمول، هاي الام كبيره. لاحظ الحركه هي بعد ما تتحرك الام كابيتال حتيجي على سطح الارض والام سمول هي اللي حترتفع. هاي الانيشال وهاي الفاينل. نيجي انا عندي الاي انيشال بيساوي الاي فاينل. نيجي للام سمول كانت على سطح الارض، عندها طاقه وضع؟ لا. عندها طاقه حركه؟ لا. نيجي للام كابيتال عند ضغط حركه؟ لا، لانه كانت ادريس كلياته كل شكل كان، لكن هاي على ارتفاع 5 متر عندها طاقه وضع، يبقى عندي ان كابيتال في الجي في اتش حسب. بعد هيك هاي تحركت اكتسبت طاقه حركه، ها ارتفعت نص ادم سمول في تربيع زائد، وهاي نزلت هيك نص ان كابيتال في تربيع زائد. هاي اكتسبت الام سمول ارتفعت انا واكتسبت طاقه وضع زائد ام سمول في جي في اتش. نيجي نعوض، هاي 6 في 10 في 60، 60 في 5 300 حساوي نص في 2 هاي الفي تربيع زائد 6 في 2 3 الفي تربيع زائد الام 2 في 10 في 5 حساوي 100. نجيب المية هنا حيعطيني 200 حساوي 4 في تربيع، على الواحد فيها 4 الواحد فيها ايش؟ ال 50. يبقى الفي بيساوي جذر ال 50 وحيساوي 5 جذر ال 2 متر اسم الله. لاحظ نفس النتيجة طلعت لي هان وهان نفس الجواب. مرة استخدمت قوانين نيوتن ومرة استخدمت قوانين حفظ الطاقة. المثال اللي بعده حناخد سؤال في الكتاب. هاخد مثال يمكن يفسر لي اكثر. المثال هذا حيكون واضح ووضوح اكثر كمان. بقول لك السؤال كتلة 2 كيلو جرام، كتلة 2 كيلو جرام، كتلة 2 كيلو جرام بدأت الحركة من السكون من النقطة A كما في الشكل. فإذا كان السطح الأفقي، خشن نيو كي بيساوي 0.2 احسب كما في الشكل ألف السرعة عند النقطة ب، 2 أو باء السرعة عند النقطة س، 3 أو ج أقصى مسافة ينضغطها النار. السؤال هذا حلو كتير. هاي عند نهاية المستوى الأفقي، هذه النقطة C، هذه النقطة B، وهي النقطة A.
معطيني هذا انا عاش بيساوي 1 متر ومعطيني هاي المسافه 2 متر وهذا السطح سطح افق نيوتي بيساوي 0.2. لاحظ اول حاجه بدي السرعه عند النقطه بي، الجسم بس بدا حركه من عند A لبي وسطح هذا املس فقط عندي طاقه وضع اتحولت هذا لطاقه حركه واحد امثل جي في اتش حساوي النص ام في تربيع لانه الجسم هذا امتلك فقط طاقه وضع وهنا على سطح الارض الجسم هذا يمتلك طاقه حركه ومنها الان مع الان بتروح بضل في حساوي سكوير روت 2 في جي في اتش حساوي زياده 20 متر اسمنت هذا المطلوب فيش فيه مشكله لكن الجسم هنا بص الجسم هنا عند النقطة بي ويمتلك فقط حركة قطع لي مسافة 2 متر واصطدم بعدها وين؟ في زنبرة اصطدم بعد يبقى هنا وصل لي بسرعة هو بده السرعة عند النقطة سي 2 الجسم عند النقطة بي فقط يمتلك طاقة حركة نص الام في تربيع حيساوي جزء منها راح احتكاك جزء راح احتكاك وجزء منها وصل يمتلك طاقة حركة نص ال ام في سي سكوير يبقى نص ال ام في تربيع ال في عند بي حساوي طاقة الاحتكاك بيسموه عامل الاحتكاك في رد فعل السطح هاي الجسم هاي ام في جي هاي رد الفعل في المسافة 2 متر زائد نص الام للفي سي سكوير هاي الامر والامر راح مع بعض الفي نص الفي بتربيع 20 حيساوي الميو كي 2 من 10 في الجي 10 في الاثنين زائد نص الفي سي تربيع تطلع الفي سي بيساوي جذر ال 12 متر اسما نسوى المطلوب الثالث وركز معايا المطلوب الثالث اقصى مسافه ينطلقها ايش؟ النابض هو وصل الجسم بسرعه في سي هذا ضغط النابض مسافه اكس لاحظ انه هاد كمان السطح هاد كمان خشن يبقى عند النقطه سي ثلاث عند النقطه سي فيمتلك الجسم فقط طاقه حركه نص ام في سي تربيع جزء منها راح طاقة في الزنبرة وجزء آخر راح طاقة احتكاك هنا لأنه وقطع هنا مسافة إكس زائد لميو كي في ألف جي في إكس هاي هل نعوض نص في الأم كضالة 1 كيلو جرام واحد في البي سي 12 حساوي نص معطيني الكي هو في السؤال اظن الكي بيساوي 400 ف 400 في الاكس تربيع زائد الميو كي 2 من 10 في الام 1 في الجي 10 في اكس معادله تربيعيه بنحلها بتطلع الاكس حوالي 1 تقريبا تطلع 1.2 من 10 من المتر. بهيك احنا بنكون انهينا الوحدة الخامسة وان شاء الله في المحاضرة الحادية عشر سوف ننتقل لشرح الوحدة السادسة في مادة فيزياء عامة 1.